ليالينا هنا زاهر بهالليلة كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير أينما كنتم وكيفما كنتم، طابت أوقاتكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل في أيام الرحمة فيما اختصنا الله سبحانه وتعالى به من فضل. نعود إليكم من جديد من حلقة فوانيس عبر برنامج زاهر الذي نراه يوميا عبر هذه الشاشة العظيمة، شاشة بداية، لنفتح وإياكم نافذة من نوافذ الخير، على أن الله سبحانه وتعالى عدد لنا نوافذ الخير، لكن اختصنا الله وإياكم بأن نفتح نافذة خير وقف الرحماء لجمعية عروة الخاص بالأيتام والأرامل ومن هم يستحقون. أتمنى من الله أن تكون هذه الأيام أيام خير لنا ولكم. بالنسبة لي شخصيا شهر رمضان هو شهر القياس، في بعض الناس يبدأ قياس أيامه وما تحقق فيها من إنجازات وما لم يستطع الوصول إليه مع بداية كل سنة. أنا أختص شهر رمضان لأنه شهر تحقيق المعجزات، كل ما تقدم فيه مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. لا ينظر الله سبحانه وتعالى لحجم ما قدمت، فذلك عند الله لا يفرق، لأن الله خزائنه ملأة، لا عطاؤنا ولا طاعتنا تزيد من ملك الله ولا أيضا تقصيرنا ينقص من ملك الله. مجرد ما أعطيت الله يعطي لمن أعطى، فلا تطل انتظار المسكين عند بابك لأنك مسكين وتقف عند باب ملك. فأحسنوا العطاء وأحسنوا النية وأخلصوها لوجه الله تعالى، وبادروا معنا ليوم تجدون ما قدمتم وسام شرف وعطاء وعزة وتمكين عند الله سبحانه وتعالى. ارحبوا جميعا، ارحب ارحب يا ابو سعود. السلام عليكم. ارحب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منورين، جعل ربي يحفظكم ويسعدكم، منورين منورين. يا هلا يا هلا يا هلا، يلا حية. الله يبارك. كيف حالكم؟ وش ذا الزين؟ وش ذا التفاؤل اللي بيصير اليوم؟ وش ذا الهدايات اللي بتجي اليوم؟ اليوم حسين ينزل بثقل الوقف. يا حسين اليوم نكسر الدنيا والله، بتصير حلقة استثنائية يا قلبي. أشهد أن بتجي شريحة جديدة تتابع. والله خير يا أخواني، جعل من جابكم في جنات النعيم، نداء هام وخاص إلى جميع المتسابقين معنا في برنامج زاهر، التوجه إلى مسرح فوانيس، لأن الحلقة بدأت فعلياً ولن تبدأ الحلقة إلا بهمتكم جميعاً. أتمنى منكم جميعاً التوجه إلى المسرح، لأننا سوف ننطلق عبر هذه القافلة العظيمة في عطاء إلى الله سبحانه وتعالى يرد لنا بعشر أمثاله، والله يعطي لمن أعطى سبحانه. أبو سعود منور يا حبيبي. يا حبيبي نورك. صراحة حبيت اللوك اليوم، عريس اليوم ها؟ والله بعد. اليوم لوكك ما شاء الله تبارك الله، بعد قلبي والله، اقسم بالله تقول تاجر بلكات مو مخطط. انا اشهد لكم لكم لكلك بلكة ولا بلوكة؟ بلوكة. ارض ارض زاوية لحسين ويستاهله، جعل من جابك في الجنة، ومن حضر القسمة فليقتسم. نعم، شارع 40 ل... يستاهل أبو حزام، يستاهل أبو حزام. مساء الخير يا أبو حزام، آخر شيء يصير مرفق حكومي. مساء الخير، مساء الرضا والنور. الأيام تجري بسرعة، اليوم 12 رمضان. الله أكبر. يا أخي يقول شو اسمه لسان الدين الخطيب، يقول في قصيدة المعروفة الأندلسية اللي يقول: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلسي، لم يكن وصلك إلا حلما، في الكرة أو خلسة المختلس. إلين قال: وطر ما به من عيب سوى أنه مر كلمح البصري. بصري عاشوا ملوك هناك. بس يقول المشكلة وشي أنه راح على طول. الله الله أكبر. بلحن نبيه بلحن، سبحان الله. فاليوم كم؟ 12. اليوم 12 يعني ذا الليل 13، خلاص بنصبح على 13. 13 خلاص سريعة تصرمت الأيام. في منهم ذهناء يقتنصون الفرص، هناك ذكاء في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. سبحانه الله سبحانه وتعالى يوم شرع لك الشريعة ما حدك على شيء محدد، يعني محدد غير الفرائض، يعني فرض عليك الصلاة والصيام والزكاة،
لكن أعطاك الله سبحانه وتعالى مكملات لأصحاب الهمم، أعطاك الله منافذ أنت بذكائك تقتنص الفرص فيها من عطاء. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجهك يا حسين، كيف الحال؟ الله يحييكم. سلمان فهزام، كيف حالك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، منورين منورين منورين. الله يسعدكم ويحييكم. فكنا نقول يا ابو معيان ان الله سبحانه وتعالى وانت اخبر يعني افترض علينا فرائض في حياتنا. خلاص تعود، ما نتعداها، ما نحيد عنها، من صلاة وصيام وزكاة. اعطانا شرائع ومنافذ اخرى نقتنصها بذكائنا. هناك ذكاء في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ذكاء في الدعاء، ذكاء في التقديم، ذكاء في الصدقة. ففي بعض الناس يحسبها صح، يقول طيب يا اخي ايش الحدث اللي ممكن يغير في حياتي؟ يا مرحبا. الله حسين منور والله. هلا بصديقي المذيع، الله يطول في عمرك. هلا، ما نجي الا من بعدك يا ابو نايف. انت المذيع اليوم. لا 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 تمدح، لا تمدح والله العظيم اني متفائل خير في وجودك، لان وجهك وجه خير. بسم الله عليك، جعل من جابك في جنات. الله يرفع قدرك ويعزك. الله يمسيك بالخير، منور ولك وحشه يا حبيبي. والله اني اشتقت. وش هالزين، وش الرجل العظيم الانيق، الرجل المناسب المكان المناسب. سبحان الله، يعني الكامل الله، لكن هناك من من يجعلها الله يتحلى بكمال خلق واخلاق مثلك، مثل ابو نايف. وحشه، الله يطول بعمرك. سلمان لك وحشه ومعيان، ولا تغلى علينا. لا بعضنا اخلاق لكن خلق ممكن عليك عليها. صحيح يا حسين؟ شم اقول مثل انا وابو حزام، ابشر بالاخلاق، اما الخلق ها. اجي اصفني معكم. طيب نستعين بالله. ارحب ارحب يا حسين. نستعين بالله أيها الإخوة والأخوات، وننطلق وإياكم في هذه الرحلة العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى عبر هذه النافذة المشرفة لنا ولكم في وقف الرحماء. تشاهدون الآن عبر الشاشة أرقام التواصل وأرقام الحسابات التي يمكن من خلالها تقديم تبرعاتكم وتقديم ما تجود به أنفسكم لمن أحق الله علينا حقا لهم من الأيتام والأرامل، ولمن جمعتنا بهم أخوة الإسلام. ونتذكر دائما وأبدا وحظيظ من نال شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أعطاك رسول الله صانع هذه الأمة رمز أنت تقدر تقتنصه وانت تقدر تفاوته. يا مرحبا. سلام. يا مسهلا. هلا هلا بهالوجه السفر. افتح مايكك يا حبيبي. طيب وانا مايك فاتح جاهز معكم دائما وابدا. طيب منور زيزو، نستهل بقلبك ابو حزام. حلقتنا اليوم ابو معيان، نستفتح معك بكلمه طيبه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. جزاك الله خير يا حسين، والله يكتب اجرك واجر الشباب. نحن كالعاده الحميده المتكرره في كل ليله، في كل يوم وليله، نذكر بهذا الوقف، لاننا عزمنا عزما واحدا على الا ينتهي هذا البرنامج الا وقد اغلق باذن الله تعالى. الوقف هذا سيكتمل بنا او بغيرنا، بالمشاهدين او بغيرهم، لانه للايتام، والله سبحانه وتعالى كفيل برزقهم. لكن الاصل الذي نردده دائما، هل ستكون شريك انت ولا لا؟ هل ستكون من الرابحين ولا لا؟ الشيبان اول كانوا يعني يقولون والله احنا لقينا اراضي في المكان الفلاني قيمتها بريالات معدوده، وفي العليا كانت بخمسه ريال، في مدري المتر في مدري فين كان بعشره ريال، والان قد هي بالملايين. هكذا هي التجاره اللي مع الله لن تبور. الان ب 300 ريال في القبر ودك تدفع مالك كله وابنائك حتى ترجع وتتصدق 10 اضعاف هذا المبلغ ولا تستطيع. فالحضيض هو الذي يستغل وقته ويستغل حياته لمماته، ويغتنم شبابه لشيبته، ويغتنم غناه لفقره. هذه والله التجارة التي لن تبور. واعلم أن كل مال تنفقه في سبيل الله مخلوف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة صدقة، حتى اللقمة يضعها الرجل في فيه زوجته فتكون له صدقة. لذلك إحنا ندعو الآن إلى أجر عظيم وفضل كبير. أسأل الله تعالى أن الله يوفقنا وإياكم لعمل الطاعات. نعم، جزاك الله خير. جزاك الله خير أخوي أبو معيان، جزاكم الله خير جميعا. جاهز سلمان، شغال صح صح. طيب نستقبل وإياكم أخواني المشاهدين والمشاهدات في كل مكان تبرعاتكم.
عبر أرقام الحسابات الموجودة على الشاشة، ونستقبل أيضا منكم كروت الإهداء لمن أردتم أن تهدوها ولمن أردتم أن تبهجوا خاطرة من أردتم إبهاج خاطره. من هو؟ زايد. نبيه زايد، لا يمكن أن يحل علينا هالوجه الطيب بدون ما نسمع منه. الله يطول عمرك إن شاء الله يرحم والديك يطول عمره السلامة. أول شيء أنا ببسط الموضوع جدا لأي شخص يتابعني، إحنا كلنا يطول عمره السلامة نخطي، ما في حد منا سالم من الخطأ وسالم من التقصير. الله سبحانه وتعالى ممكن نحط لك هالأمر وخلاك تسمع كلامنا الآن مخرج لك، ترى أي شيء بتسويه لأخرتك بتشوف حتى ترى في الدنيا، ما هو بس في الآخرة. كم من واحد منا جاه يعني خبر مفرح في لحظة هو ما كان يتوقعها، رزق، بركة، توفيق في أي أمر من أمور الدنيا. ترى الله سبحانه ما في شيء تسويه لله سبحانه ما يرجع لك أثره في الدنيا وفي الآخرة. حتى والله العظيم يا أي عمل خير والله يا الربع أنه ينعكس على نفسيتك. وأتمنى يعني كل واحد منا يتذكر إذا أنك سويت شيء لوجه الله سبحانه، شيء أنت سويته ما تبغى منه إلا رضا الله سبحانه، والله أنه ينعكس على نفسيتك. تغدي يومك زين وأسلوبك زين وتسولف تحسن روحك شرحه. ف يعني من هذا المنبر رسالة لكل من يتابعنا، هذه فرصة وقت من فرصة رمضان سبحان الله، ترى تغمض فتح لأنك في العيد الله. يمشي يعني بسرعة تامة، فاستغل هالشهر الفضيل في وقف يعني يسلط الضوء على الأيتام والمساكين والناس اللي في حاجة، ترى هم ما محتاجيننا والله العظيم، ما هم محتاجينك أنت اللي تتابع، أنت اللي محتاجهم. يمكن يكون الشيء ذا فرج الله يفرج عليك ولا يمنعك من مصيبة جايتك. جزاك الله خير. فاستغل هالفرصة الله يرحم والديك. الله يجزاك يا زايد. إخواني هناك بشرى عظيمة لأخونا وملهمنا ناصر الحربي، الله يبيض وجهه ويجيكم جميعا بأن تعبه ما راح هدر ولا راح سدى، بأن المكعبات ما زالت في ازدياد. نشوف أنه وياكم أيها السادة المشاهدون كنترول، عطنا المكعب وين وصل يا رب، عطنا المكعب وين وصل يا كنترول، وخل ناصر ينبسط 50% إن شاء الله وهو يعطيها من السمبوسة. وصل إلى 40%. يا سلام، الله يبشرك بالخير، الله يكتب أجركم، هذه رتبة يا حسين، الله يكتب أجركم. ناصر الحمد لله. ناصر أنت تشاهدنا الآن، كلمة لو في خاطرك، كلمة ولو جبر خاطر. وصلت الكلمة. الشعورك كلمة من ناصر الحربي، نبي شعورك بدال ناصر الغامدي. بدال ناصر الغامدي. ناصر عن ناصر يحل. العين ما تعلى على الحاجب. أنا أقول والله هنيئا لنا بوقفة هالجمهور اللي عودنا دائما على أنه مساند لنا في الأوقاف اللي تعتبر هي خدمة مجتمعية. الله سبحانه وتعالى يقول ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. الله، أي مبلغ أنت تحطه وهالنسبة اللي وصلت ستصل إلى 100% رضينا ولا أبينا، سيكتمل بإذن الله. ولكن المحظوظ اللي يحط له سهم فيها الوقف. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما كان ربك نسيا، رب العالمين ما راح ينسى أبدا أنك ساهمت في مثل هالأوقاف. الله أعطانا طولة العمر وعشنا في رمضان، هل رب العالمين يمد في أعمارنا إلى رمضان القادم أو لا؟ ما نعلم. لكن بما أن إحنا في ليالي تعتبر ليالي معدودة، ليالي شهر رمضان المبارك، فحتى ولو كنا مقصرين فالواحد يقدم لنفسه ما يتمنى أن يلقاه يوم القيامة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإحنا دائما نحث على مثل هالأوقاف اللي فيها تفريج الكرب وفيها كفالة الأيتام وأيضا هي صدقة جارية. ودائما أذكر وقف عثمان بن عفان من 1400 سنة ولا زال إلى يومك هذا مستمر في ميزان حسناته، فمثل هالأوقاف هذه هي مستمرة في ميزان حسناتك بإذن الله إلى أن تلقى الله يوم القيامة. فعسى الله يتقبل منكم جميعا. جزاك الله خير حبيبي. تخيل على الوقف اللي قلته لعثمان رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الله، هل وقف؟ لا، ما وقف من العطاء الحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم كان يقوم الليل، كانت عائشة رضي الله عنها يعني تشور عليه انه يا رسول الله رجليك تفطرت، يعني الله غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، رغم ذلك ما وقف من العطاء. احنا ما نحصر عطاء الله ولا نحصر شرائعه في امر واحد، لكن احنا ننبه ان احنا نافذه عظيمه من نوافذ الخير.
انت جاي في هالدنيا تقتنص الفرص لنفسك، عندك نوافذ كثيرة. يا سلام. احنا نسهل عليك موضوع نافذة عظيمة، وقف وعطاء اليتيم وعطاء الأرامل ولمن يستحقون. يا سلام. من ذلك العطاء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. أقسم بالله يا الربع، شعور لا يمكن وصفه. الحمد لله. بأن الإنسان كتب الله له أنه يقف في يوم الأيام في هذا الموقف الشريف الذي إذا سئل عنه رد يجعل الله سبحانه وتعالى بأمره ومشيئته وقدرته ينظر إليه نظرة رضا. يا سلام. ورحمة، ويدخله برحمته إلى جنات النعيم. حسين، ولا عليك أمر. ولا عليك أمر. أسلم. أقول الله يرزقني، أدعي. يا أمين. حسين، ولا عليك أمر، نبي كروت الإهداء، نبي الناس ينبسطون. طيب وحنا ننبسط. طيب بعد الآن يا كنترول، طيب أقل من دقيقتين إن شاء الله، بس قاعد ترتب كروت يا الإهداء. يا سلام. لأن المعطين يتزاحمون في درب العطاء. يا سلام. نعم. سم. كيف تسم؟ شكرا. أقول نعم. وأبشركم يا أخوان بشرة. أسلم. بأن المشاهدات على اليوتيوب الآن 40,000 مشاهدة. يا الله. الرقم الصعب. يا ولد. هذه دقيقة بعد إذنك يا حسين. خذ راحتك. أنا قلت وجود حسين بيجيب شريحة جديدة. يا حبيبي. ربما المتابعين ما صدقوني. الآن شريحة تضاف إلى شريحة المتابعين القنوات الهادفة. لكن الآن فعلا الصدقة لها لذة مثل ما قال حسين، ولها متعة. حتى في الغرب يتصدقون، ترى يتصدقون لحقوق السرطان ولحقوق الإنسان. يتصدق. هل يرجي آخر ما يرجي، لكن جرب ان هذه باركت في ماله. لا تأثير طيب، لا تأثير نفسي، وجرب ان فيها بركة. ايضا هم عندهم معتقدات، الصدقة مصداقا لقول النبي اللهم صل وسلم عليه. انت شو ردك من الصدقة؟ بعلمك شو ردك. نقصان المال. وش يقول النبي اللهم صل وسلم عليه؟ ما نقص مال من صدقة بل تزد. هذه واحدة. والصدقة غير الزكاة. الزكاة شرعت للفقراء صح، لكن ايضا شرعت بحيث الواحد ما يدخر ماله ويكد زواجد، فهذه زك مالك ضد الادخار. عرفت الادخار الزايد، بعضهم يعبي البنوك ويجلس، لا زك. لكن الصدقة غير، حتى لو تصدق مالك كله ما ينقص مالك كله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ما نقص مال من صدقة بل تزد، وهو لا ينطق عن الهوى اللهم صل وسلم عليه. يعني وش تخاف منه؟ لا هو بناقص المال، بتبارك وبزيد. أبو حزام طلع النبي ينمو ويتكاثر. يعلم الله سبحانه والله بيسألني عن ذا الموقف إذا الناس صحيح أو إنه مو بصحيح. والله العظيم إني حتى ما قلته، يعلم الله إني ما قلتها الآن، إلا الهدف إن أحد يعني تأثر من أي. والله ما هو والله إن يشوفوني أفعل خير. صح. والله العظيم يا جماعة الخير، إنه في يوم من الأيام طالع من خياط بأخذ ملابس، يعلم الله، وفي محل، ترى المحلات اللي حقة الدجاج وحقة المواد الغذائية للبيت، يعلم الله، طالع وأشوف لي حرمة عند الباب، تروح وترجع كان فيها حاجة. والله نعلم ما جاكم. وأدخل قلت يا خالي بغيت شيء، قالت عندي أغراض هنا وما قدرت أشتريها، وكل شوي يجي واحد من المشترين يعني يدفع، إذا بأنه بيشتري يحط 10 ريال زيادة عشان تنضاف القيمة مشترياتها. قلت خلاص حطها كلها. أنا ما درت وش الأغراض، والله أنه على ما جاكم. واجب يحاسب، توقع 200 أو 300 دجاج وأغراض بيت. الصدق يعني النفس مرة بالسوء، جاء بخاطري قلت 200 وقتها، ولكن قلت الله بيعوضني بها وحطها. أقسم بمن أحل القسم أني دفعت 200 هذه وركبت السيارة، والله ما أخذت 5 دقائق. الله يبي يسألني عنها إلا حوالي 5,000 ريال بحسابي. الله أكبر. الله 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 أكبر. الله سبحانه بيسألني عن الموت. يوم شفت الرسالة أنها جاتني حوالة، والله أنها أول ما طرى علي نظرة المرة اللي في محل الدجاج. يا سلام. فوالله العظيم أنه فعلا ما ناقص مال من صدقة. قبل هذا كله يا أبو حزام، أبو سابر هناك. أبو إيه؟ أبو سابر. أبو اسمه سامر. سامر. طيب. حبيب قلبي. سابر. حبيب قلبي. سابر. طيب بقول لك حاجة. سابر. ترى إذوني مسدد. عندك قلم مكتبه سابر. سابر. طيب. اسمه دغش. سلم على أبوي. من ذا الطائر. طيب. ترى يتابعنا. طيب. أبو سابر، جعل من جابك في الجنة. قبل عطائك هذا،
الأهم من هذا كله، هل استشعرت أن الله وفقك هذا العطاء؟ أقسم ترى الله سبحانه يختار أحيانا، الله يجهز القبول قبل العطاء. أي والله العظيم، والله أنه جاني استشعار عظيم لا يعلم به إلا الله سبحانه. الله أكبر. لكن أبو صابر تقول أبو صامل بأصمل في ملامح. أبو صابر خلاص، أبو صابر خلاص استقبل خفة الدم ما في مانع. أهم حاجة عندنا روح الزملاء. طيب يا أخوان 44 ألف تشاهدوننا عبر اليوتيوب، نحتاج منهم نحتاج 16 ألف. نعم يدفعون 300 ريال. 16 ألف من 300 نحتفل بإغلاق الوقت. الله أكبر. يا أخوان إحنا ما نطلبكم يا أنفسنا، إحنا نوافذ خير وفقها الله سبحانه وتعالى بأن نتحدث معكم. أي والله أعلمك شيء، يعني لو كان المقطع دقيقة أبو عيال، لو لم يكن المنظر لا يخدش الإنسانية لانتقلنا لو انه وياكم للايتام، لاخذينا بكم جوله لهم، لكن لهم كرامه تحفظ، لهم انسانيه تحفظ، لهم حياه خاصه تحفظ. اليوم 13 رمضان راح النصف. نعم. الاول باقي النصف الاخير. بادر لنفسك. بادر قبل ان تغادر بادر. نعم. ان شاء الله تعالى ان الله يوفقنا وياكم. آمين. باذن الله تعالى ان يغلق الوقت باذن الله. يا اخوان نسالكم بالله ان يتم اغلاق الوقف، وأن نفرح إنه وياهم، جعل من جابكم في جنات النعيم. آمين. تهدي أمك، تهدي أبوك، تهدي عمك، تهدي جدك، زميلك، تهدي زميلك، تهدي من ظلمته، تهدي من أخطأت في حقه، تهدي من صار بينك وبينه سوء ظن، تهدي من ظننت به ظن السوء. المجال مفتوح للجميع. تهدي للمسلمين أجمعين. نعم تهدي للمسلمين أجمعين. يعني هل أنت يعني استشعرت أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك أجر المسلمين أجمع؟ لا ينقص ذلك من أجرك شيء. تفضل يا ابو ملحي. والله الكلام زايد قبل شوي ذكرني بموقف صار لي انا. والله العظيم كان في صرافتي مبلغ بسيط، واتصل علي واحد من الشباب، المهم المبلغ حوالي 600 ريال. قال يا سلمان والله اني في حاجه المبلغ. قلت انا معي 600 وبحولها لك. حولتها له. والله ثم والله ان ما اخذت مني يوم كامل 24 ساعه، اللي جايني دبل ذا المبلغ واضعاف اضعاف. الله اكبر. والله اني اقولها صادق، شفنا حتى انك نويت انك انها في خير. اي اي انها في خير، فما بالك انك تصدق عن ايتام، عن ارامل، عن ناس محتاجين فعلا الصدقه. يا جماعه الخير، حتى من ماخذ منكم شوي 44 الف شخص يشاهدنا، الاكواد طالعه معكم على الشاشه، ما ماخذ منك حتى 10 ثواني. نعم. تقدر الان تبادر وان شاء الله انها ما بضايعه بإذن الله. أنا بتفرج عنك هم، لذلك بعد الله بتشفي لك مريض، بتيسر لك أمور كثيرة. الصدقة تفتح أبواب الرزق وتيسر أمور وتشرح صدر وتفرح حتى الموت. جزاك الله خير. لذلك يقولون أن أحيانا المعصية هي التي تحجب الرزق، المعصية تمنع الرزق، عرفت؟ يعني ممكن في ربي كاتب لك رزق تسوي معصية يمنع ربي عنك الرزق، والصدقة تعجل بالرزق وتزيده. الله أكبر. فالإنسان اختار طريقه. صح. الطريق امامك واضح ومرسوم، والهدي النبوي. انت اصلا لمن قدمت يا ابو ميان؟ انت قدمت لمن؟ لنفسه. هل قدمت عشان فلان يشكرك؟ ومن يعمل صالحا قدمت لنفسك ولله سبحانه وتعالى، ومن اساء فعليها. وصلنا 45 الف. الله تبارك الله. 45 الف. طيب يا كنترول معنا اهداءات، ناخذ اول اهداء يا كنترول. نشوف الاهداء على الشاشه. لا اله الا أبوي وأمي رحمهم الله من فهد، نسأل الله العظيم يا فهد إن الله يرحم أمك وأبوك وإنه يجمعك بهم على سرر متقابلين. الله يتقبل ما أعطى أبوه. إحزام المايك لك لأخونا فهيد. فهيد بيض الله وجهك يا فهيد، وجمل الله حالك يا فهيد، أبشر الله بالخير وأبشر بالتوفيق وأبشر ببر عيالك. هذا والله هو البر، وهذه المرجلة، وهذا العلم الغانم. والله العظيم انك كفو يا فهيد، والله العظيم انك رجل، فعلا انت رجل يا فهيد. صفقة الفهيد. لان اللي تذكر امه وابوه في هذه المواسم، مواسم الخير ومطر و13 رمضان وكلها اجواء خير في خير، وعلى المشاغل اللي الانسان فيها، وتذكر ابوه وامه في كل باب خير، هذا والله العظيم انه موفق. والله انك موفق يا فهيد، والله انك كفو، والله انك رجل، والله اني صب السمن على يمناك. الله يجعلهم ذلك كثير يا فهيد. امين. ويبيض وجهك ويوسع رزقك ويجزاك عنهم وعننا وعن الرساله اللي نقلتها للمشاهدين، كثير الجزاء وخير الجزاء. شكرا يا فهيد، صنعت يوم من اليوم يا فهيد، صنعت ليلتنا يا فهيد، وحتى البث بنشعل العشان مثل هذه اللفتات. يا سلام. الله يجزاك خير. وعيتم ثانيه.
اتمنى من فريق الاعداد برضو يعني تصدقون علينا ويشغلون كيف ان شاء الله ان شاء الله. طيب الله تسمعوني يرسلوا احد يشغلنا هنا يا حسين الان جايين. طيب يا اخوان 45 الف المتبقي 15 الف سهم من 300 ريال اقسم بالله ما تعجي في مصاريف حياتك ولو ان المبلغ لا يستهان لكن في مصاريف حياتك تعطي وتاخذ في بنك الاخره تعطي وتاخذ في بنك الاستثمار العظيم بنك العزه بنك العطاء بنك التشريف مع الله سبحانه وتعالى. 15 ألف سهم والله الذي لا إله إلا هو إن قادرين بهمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن نقفل هذا الوقف وأن نبدأ بعده وقف إن شاء الله سبحانه وتعالى ووفقنا لذلك العمل الصالح. ننتظر منكم لازلنا ننتظر نطمع بعطاء الله سبحانه وتعالى ونطمع بعطائكم. سم كرت الإهداء الثاني. طيب نستعرض وإياكم كرت الإهداء الثاني من ناصر الحدد. ايش تقول لناصر؟ عشان اسمه ناصر هداك. اقول يا ناصر قسمي عسى الله يبيض وجهك ويرفع قدرك ويعلي شانك ويدخل السرور على قلبك يوم القيامه مثل ما ادخلت السرور على قلبي في الدنيا. الله بيض الله وجهك. الله بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. اسال الله ان يضاعف لك في حسناتك. امين. اسال الله ان يجعلها حجاب لك عن النار. والله العظيم انك فرحتني وباذن الله انك راح تلقاها يوم القيامه. عسى الله يوفقك يا رب العالمين. شكرا يا ناصر. تعرفه تعرفه بها ويعرفك بها بالجنه باذن الله. يقول لك انا اللي باذن الله رب العالمين يجمعني فيه بالفردوس الاعلى من الجنه يا رب. احنا والسامعين والمشاهدين امين الكرام. امين والدينا وجميع المسلمين. عامر هلا حسين. وين الغيبات يا عامر حبيبي؟ منور والله عامر. يا قلبي ترى ما نقدر على غيابك. الله يسعدك. انت شعله البرنامج يا حبيبي. يا حبيبي يا بعد عمري ما سمعنا صوتك اليوم. الله يسعدك. الله يجزاك خير. آمين. وما قصرت. آمين. والمشاهدين الكرام الله يجزاهم خير. وأنا والله عندي كلمتين بس. تفضل. إحنا كنا نتكلم في موضوع التجارة وما التجارة واللي فتح له مشروع واللي خسر واللي كسب. والله التجارة الحقيقية إنك تتصدق. هذه التجارة اللي راح تدوم لك في الدنيا والآخرة. فالله يجزاكم خير. تصدق. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. ما زلنا ما زلنا. حي عامر. الله. حي عامر. حي عامر. ايوه حي عامر. حي عامر. جرب على الوجه الطيب ما يستاهل يفرح. شكرا لكم. ما زلنا ننتظر ايها الكرماء عطاءكم الثمين في وقف الرحماء لابنائنا الايتام ولأخواتنا الأرامل. سم كرت إهداء. ليش الله. لا ناخذ كرت إهداء. الله عطنا يا حبيبي. الله أبو مطار. أبو سعود. أبو سعود. يا أبو سعود إيش القوة هذه؟ الله يا أخي. منين من أبو مطار. أبو مطار. ونعم والله أبو مطار. والله انك كفو بعد قلبي يا ابو مطر. الله يبيض وجهك ويسعدك. والله ما ادري في واحد من اخويانا اسمه ابو مطر ما ادري هو ولا لا لكن ايا كان الله يسعدك بالدنيا والاخره مثل ما اسعدتنا ان شاء الله. اسال الله ان يجمعنا وياك في جنه قطوفها دانية. حنا وياك ووالدينا ومن يسمع. يا حي يا قيوم. بعد قلبي اسمه ابو مطر. أبو أسأل مطر. الله أن يجعل الحسنات تمطر عليه وعليك وعلى سادة المشاهدين. آمين. آمين. الله يبيض. شكرا يا أبو مطر. شكرا. واليوم عندنا مطر. من كريم إلى كريم. والله. لاحظ يا حسين. كروت الإهداءات كلها وصلت إلى فريق الأساطير. ما في كلام. نعم. إلى الأساطير. لكم. حبيبي. إلى الآن ما لهم. في إعداد. في إعداد شغال. شغال صح. شغالين. اقول يا حسين ما في شيء يضيع لك باذن الله. ما في شيء والله. اللي يجي لنا ولا يجي لكم كانه جاي للجميع لكل واحد منا
لأن بالنهاية هذه هي المسارعة على الخيرات. أنا أقول مثل ما ذكرت قبل شوي أن المطلقات والأرامل أنهم خواتنا ومن مجتمعاتنا، وممكن هم من بيننا ولا نشعر فيهم لأنهم يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا. فمثل ما ذكرنا في الأيام الماضية ولازم نذكر ونعيد أنهم يتوجهون إلى الجهات اللي تحفظ لهم كرامتهم، فمثل هالأوقاف هذه هي تحفظ كرامتهم وتقدم لهم ما يسد حاجتهم، فإحنا نساهم فيها كخدمة مجتمعية لأفراد المجتمع، واللي عند الله ما راح يضيع أبدا، رب العالمين راح يعني ما راح ينسى للإنسان أن ساهم وأن ساعد إنسان، وأن فرج عن كربته رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول من فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فكلنا بحاجة حتى ولو كنا مقصرين، الواحد يقصر في صلاته، الواحد أحيانا يقصر في صيامه، الواحد يقصر في بعض أمور دينه، ولكن في مثل هالصدقات هذه مبلغ بسيط والله لو جاء الواحد منا ضيف في بيته أن يدفع له أضعاف أضعاف هالمبالغ وينساها. أنت المبلغ اللي تدفع هذا تدخره اليوم القيامة اللي أنت فعلا بأمس الحاجة لهالمبلغ في ذاك اليوم العصيب. فعسى الله يتقبل منكم جميعا يا رب العالمين، يا رب العالمين، ويتقبل من المشاهدين ونوصيهم بالمسارعة للخيرات. نعم سارعوا سارعوا. نذكركم أيها الأخوة المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم أن هناك مع الأسهم دروع تبدأ من 3000 إلى 10000 ريال سعودي، درع إلى 20000 ريال درع، تهديه لمن تحب، تهديه إلى من تريد أن تعرف به ويعرف بك عند الله سبحانه وتعالى. وما أجمل أن تدخل على الله وفي رصيدك عند الله استثمار عظيم لم تريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. البشر لا يملكون جنتك ولا يملكون نارك، البشر لا يملكون صحتك ولا يملكون حياتك، لا يدفعون لأنفسهم ولا يقدمون، إنما أنت تدفع لوجه الله تعالى، تريد بذلك وقفة أدب مع الله سبحانه وتعالى بهذا العطاء. أن يا الله امتثلت لأمرك العظيم ورأيت ما أحققت علي من حق لهؤلاء الأيتام وأولئك الأرامل ومن هم مستفيدين من هذا العطاء، فيا رب قدمت دائما وأبدا كل ما تقدم، قل اللهم اجعله خالصا لوجهك تجزيني به ما شئت عني وعنكم وعن أخواني الموجودين هنا وعن والدينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان والله تدرون لو خلينا عنوان الحلقة بس أنك تهدي أمة محمد لحالة أنه يكفي، والله يكفي لنخلص رمضان. كم عدد أمة محمد الأحياء والأموات منهم واللي باقي ما بعد جو، كم عددهم؟ هذا عدد يحصي الله لك سبحانه وتعالى ويكتبه لك لأنك تصدقت عن هذه الأمة العظيمة، فحسب لك هذا الأجر ولهم ولا من قسم من أجرك شيء. بيض الله وجهك. ومع هذا تبقى الصدارة للأساطير المبدل إلى الآن حبيبي، لا حس ولا خبر ولا حدر عنهم ولا شيء. طيب اليوم يوم الأساطير، تشاهدون الآن عبر الشاشة أرقام التواصل لمن أراد أن يتصل ويقدم إهداء أو يقدم كلمة طيبة. تقول أنت الصدارة لفريق الأساطير؟ طبعا لا صدارة، أبو معيان موجود يا رجال. أبو معيان هذا الضرغام، أنعم وأكرم فيه، هذا الوحش النائم إن استيقظ أنعم وأكرم فيه، هز أركان المكان. حسين يا اخوان ما تلاحظين قصنا شيء؟ حسين حسين ابو معيان، ابو معيان، يا ابو معيان، يا ابو معيان، ايوه شيلوها شيله، ايوه نرقص الليل، حسين شيلوها شيله، نرقص الليل، ايوه حسين. كم النتيجه يا حسين؟ كم النتائج؟ حسين طيب اعطينا نتائج حسين. فهد معيان، فهد معيان انعم واكرم ولكنه قطره تضيع في بحرنا. اثنين ل... والله عليك ناصر، فهد معيان من الاسد اللي في افريقيا ذاك اللي مات. ايوه اخر عمره ايش سوى؟ ايش اسمه؟ اوسكار. اوسكار اوسكار اللي ما له اسمه اكلينيكيا. انا ولائي لكم حتى لو هيا الله الشيخ عامر. الله يجعل اليوم السحور يحبك. امين. رجعنا. طيب يا اخواني النتيجه يا حسين نبغى نتائج. 50 ابو معيان النتائج 2 للاساطير وصفر للمبدل. صفر ليس صفر، ليس صفر مغلق، انما صفر للانطلاق القوي. نعم اللي تجي باذن الله. صفر البداية محبينك، ايش البداية؟ محبين الجميع. صفر البداية. نعم
عادة بداية انقطع المايك. طيب يا اخوان ما زلنا نستعرض وياكم ارقام التواصل على الشاشة. يا اهل الخير، يا محب الخير، يا من يريد، يا باغي الخير، يا باغي الخير، اتصل وبشرنا بأنك تصدقت عن نفسك وعن والديك وعن أحد الشباب، دعنا نفرح بك. نعم نتنافس في هذا الخير. يا أخي لو تعطينا كلمة تحثنا بها وتحث السادة المشاهدين. أنا؟ أنت أو أي متصل أبو معيان انتظرنا من كلمة قبل شوي وما أعطيتنا. لا أعطيت. الآن نبغيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن إحنا نطلب، هل الأموال التي نطلبها الآن لأنفسنا هل ستدخل في مخابينا؟ لا. هل هي للقناة؟ لا. لمن هذه الأموال؟ هل هي أصلاً للأيتام؟ لا، إنما هي لنفسك، منك وإليك. صح. النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يقول إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين. الله أكبر. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم القيامة يكون الرجل في ظل صدقته، يوم كل يبحث عن الظل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة تمحو الخطيئة، إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الباء النار. النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول اتبع السيئة الحسنة تمحها. الآن الصدقات هذه لعلها تنجيك من النار. يقولون أن 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 في الحديث أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأقلها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. فما بالك إذا بدل الإنسان المال، والمال والبنون هي من أغلى الأشياء على الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب إن من أموالكم وأولادكم زينة لكم، زينة هي زينة الحياة الدنيا. فإذا أنفق الإنسان ماله فهو الآن ينفق مثل روحه، المال يعادل الروح. نعم. يعطي من روحه لإخوانه المسلمين، يتحنن يرحم إخوانه المسلمين، فمن رحم يرحم، ومن أنفق ينفق عليه، ومن أعطى يعطى. فبادروا يا إخوان، إحنا والله ندعيكم لأنفسكم، والله لسنا في حاجة، نحمد الله ونشكره، ولكن ندعوكم إلى الخير، وندعو أنفسنا، ونحث أهالينا، ونحثكم، فأنتم منا ونحن منكم، وهؤلاء الأيتام والمطلقات والأرامل منا ومن مجتمعنا ومن جسدنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، وهؤلاء يا أعضاء منا ونحن جسد واحد، جسد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نتداعى وإياكم على الخير. يا أخي عجبتني كلمة أنك تقول ينفق من نفسه إلى روحه، وهذه جميلة، أن تنفق من كيانك المادي إلى بعدك، إلى كيانك الأخروي. الأخروي أنت، أنا دائما أقول أنت اعتبر نفسك حطيت نفسك في خط النهاية يوم الحساب، ورجعت الآن إلى الدنيا. يا سلام. يا ترى شو تأخذ معك في هالرحلة؟ شو تأخذ معك؟ ما تأخذ إلا ما قدمته. ما تأخذ إلا ما قدمته. بس. نافذة خير تعرض لك الآن في هذا الوقت الفضيل، ونحن الآن في الثلث الأخير من الآن. طيب الآن نستقبل وياكم كرت إهداء. ما شاء الله. لمن تتوقعون هذا الكرت؟ لمن تتوقعون؟ بسم الله. لنا المبدل، لنا سالم يا سالم. الله يا سالم. شكرا جزيلا، شكرا بمعنى الشكر، جزيلا بمعنى الجزالة، شكرا لمن تذكرنا، ولمن وهب لنا الأجر، ولمن تصدق عنا، وله إن شاء الله بالمثل، وهو صاحب المعروف، هو صاحب الفضل، ونسأل الله أن يغنيه من فضله، وأن يسر أمرها، وأن يوفقها، وأن يحقق لها ما تتمنى في حياتها، وأن يجعل حياتها سعيدة رغيدة مهيئة ناجحة منجزة إن شاء الله، وأن يوفقها لما تحب وترضى، ولما يحب الله ويرضى. شكرا لوعد، جزاه الله عنا ألف خير، شكرا لها. شكرا لوعد، والوعد والوعد ان شاء الله في جنات النعيم باذن الله. شكرا يا وعد. انا اوصل رساله، وصل الى المبدل وجمهورهم. نعم. واقول الصداره دائما لنا. اما هم فانتم كمن يقال فيهم اسد علي وفي الحروب نعامه. لا انتم ولا جمهوركم. ما عندنا شيء. الصداره لنا يا حبيبي. انا من فريقكم. الصداره لنا. دعني ارد عليه. رد. دعني ارد عليه. رد. نعم. رد. هذا اسمع جعجعه ولا ارى طحنا. الطحين شغل قدامك من اليوم. هؤلاء هم غثاء. هؤلاء هم العهن المنفوش الذي يملى الجو.
ثم إذا حركت يدك هكذا وهكذا ينتشر بالأنحاء. نعم لا نراكم شيء وسنغلبكم كالعادة والغالب الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا الرجل يحفظ ولا يفهم، أسمع جعجعة ولا أرى طحين. أكياس الطحين اللي جالس تنزل من اليوم هذه إيش؟ أنا أقول إن فريق المبدل إنه عضو زائد على البرنامج يستهلك الأكسجين ولا يستفاد منه. أنا أرى يا أستاذ حسين أن الحلقة اليوم ناجحة لأن أعضاء المبدل فيها، ولأن اللي قدمها شخص من فريق المبدل، ولأن هؤلاء الآن انظر يا أين الأثر؟ أين الأثر يا أستاذ فهد؟ أين الأثر؟ السيل ما يبقى إلا من قبره. طيب يا الربع يا الربع، هل إمكانيا كل واحد يندب محبينه عبر جواله؟ إي احنا الآن لو صورة صورة كل واحد صورة في جواله، تعالوا يا الربع نحرككم الآن. يلا يلا صورة استعينوا بالله. يلا معانا بطاقة إهداء، ولمن يا ترى تلك البطاقة؟ الأساطير بسم الله. نشوف نشوف أصلي الله جل وعلا. شيء في عمل خيري، في وقف خيري، في أطهر بقاع الأرض، والله إنه شيء يثلج الصدر. نعم. شكرا لك يا أخت أسرار، شكرا لكل شخص يتبرع سواء لي أو لأخويا المتسابقين أو بنية أي شخص كان، فحنا نشارك في مثل الأعمال الخيرية أشياء تثلج الصدر وتمثلنا جميع. يا أخوان الكود الآن أمامكم على الشاشة. نعم صور بس بش افتح الكاميرا، سارعوا لفعل الخير. والله نعم. نقول صادق الله يكتب أجركم. افتح الكاميرا والجوال يا أسرار. بالأسرار تصدرنا ولا زالت صدارة للأساطير. بالإصرار ولا زلت بالإصرار ولا زلت أقول مثل ما قلت قبل شوي إن المبدل صوت، هم عبارة عن ظاهرة صوتية مثل ما قلت. أسد علي وفي الحروب نعامة، لا في لا أثر ولا في شيء، هم عنصر زائد في البرنامج يستهلك أكسجين على غير فائدة. مع احترامي الشديد أنا أرفض تصريحك هذا. لا 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 حقيقة أسمع حقيقة اسمع لا زال بانتماء إلى فريقي. أحسنت. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما والمظلوما، أول شيء بنصر ذولي ثم بعود لكم. بس كل كلمة الحق، كلمة الحق. وين تأثير المبدل؟ كلمة الحق يا حسين. نسمع اسمع من قائدنا، برجع مع أخوياي. اسمع من قائد الصدارة. أسلم يا عيد كلمة الحق يا حسين. بما أنك قائد ها؟ كلمة الحق أن الحرب كر وفرض. أمس غلبناهم في مسابقتين في الوقف. اسمع حسين، في الوقف وفي مسابقة إبراهيم العيدي، واليوم بإذن الله تعالى نحن نجعل لهم كالطعم. الذئب إذا أراد أن يأكل الخراف يداعبها في البداية ثم يفترسها، وهذا صنيعنا معهم. تصريح نعم قوية يا معاك. طيب صديقنا سالم معلش حسين أقول كلمة بس. حيلة العاجز، حيلة العاجز من يتغنى بالأمس. الله. الأمس ولا وانتهى، إحنا عيال اليوم. نعم. وين الأثر؟ ما في شيء، ما في شيء، كثرة على كل فايدة. أهداء أسلم زايد. طيب يا الربع بيتين حلو. طيب بعد ذلك ثواني أهداء نأخذ أهداء وبعدين نأخذ أهداء. طيب نستعرض الأهداء عبر الشاشة، ولمن يا ترى فريق المبدل. وكما قلت الذئب يداعب الخراف ويجعلها ترتاح ثم يفترسها احتراس السباع. نعم وها هي بداية الانطلاقة ولا عزاء لهؤلاء. سالم عزام نبغى تصريحك. أنا اللي اللي شفت توترت نح توتر. لا نحتاج إلى التصاريح. نعم فعلنا يكفي. يا سلام يعني ليش يصرح؟ ترى دائما الصوت لا يعلو إلا حينما يفتقد إلى الفعل والحجة. مع احترامي لك نسمع زايد. احترم كيانك لكن ردك ركيك جدا 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 ما دخل. أسلم سمعتكم السلام. هذه بيتين يعني فيها استشعار. نبغى نسمعها بإنشاءتك في صوتك الشجي. أبشر يقول سبكر أخوان هنا نوقف لنا البيتين. يعني يقول ما يجي منك إلا طيب يا زايد. الله الله سجد قلبي على رملا ضلوعها زهت تنهيد، وأنا في قلبي خيام الندم والخوف منصوبة،
يا رب فقها لك والمنايا والدروب بعيد مدام المود مالي للتراب تقوده دروبه يا غياث الظوامي والثمام وجرهدي البيت أعذني من جهنم والحشر والموت وكروبة أنا ماني بلا مشرك ولا فاسق ولا عربيت أنا اللي لا عصى وخطات جهم وقلقه ثوبة أنا عبدك ولد عبدك وجداني هل التوحيد خطايا يخجلتني يا الله الغفران والتوبة وأنا اللي ارتجف مثل ارتجاف الخايفة الرعديد إذا شاف القبور الضيقة تحس بذنوبة سلامتكم عسى الله يعيدنا من جهنم الله يطول عمرك ان شاء الله ما شاء الله عندك صوت الله يجزاك الله والله يجزاك عودة زايد عودة زايد والله زايد انها رقت هنا عودت ايش هي؟ الغصة نعوج اي والله العظيم انها رقت وعودت والله انك ما تعرف يا حبيبي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله العظيم انكم تستاهلون الله يحفظ لك هالصوت والله انكم وجيه طيب يا جميعا الله يطعن يعني والله انكم وجيه طيب اتمنى وانتم طالعين من البرنامج هنا تستشعرون ان الله ما اختاركم عبث ولا يوجد صدفه ولا يوجد عشوائيه في هذه الحياه فكل امر يعرض بدقه من الله سبحانه وتعالى كما هي دقه انكم تشاهدوننا الان واننا نندبكم ونندب كرمكم وعطائكم بطاقه اهداء نستعرضها ونشوف من هو الان الفريق اللي بترجع كفته على الاخر بسم الله بسم الله عندنا عندنا ابو شعبان الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد يا زين فرحتك الله يجزاك خير ويكتب الله ميزانة حسناتك يا رب امين والله العظيم على كثر هذه الهداءات انكم تسعدوني وتفرحوني واسال الله انه يكتب الله ميزانة حسناتكم يا رب امين امين تستاهل يا عامر تستاهل تستاهل يا حبيبي الطقم مسوي شغل اليوم الى كريم وما زالت هذه الوجوه الكريمه تنتظر منكم ارجاح الكفه ما زال الاساطير يسمونه الصدام صدام محتدم لا الاساطير صدام محتدم شوف ترى على فكره يا اخوان ان ننهي البرنامج ونطلع برا نجلد بعض من اللي فاز من اللي ما فاز فانا ترى من فريق مبدل الله يرحم والديكم انت الان تاخذ موقف الحياه تسلم يا عيد انت مقدم وحايد لكن في غمزه استغاثه خلينا نطلع انا وفريقي فايزين انت محايد مو بعيد سعود عيد سعود والله بيمتحني في نفسي انا بصفتي قائد فريق ما انت قائد انت الحين مقدم انا قلدك الحين شوف انا بصفتي قائد فريق الاساطير وحملوني ناصر حملوني. الحربي عيد سعود سالم حزام عامر الكعبي سلمان الملهي مفلح المشعلي دقيقه بس خمسه بس زين وين الجراد المبثوث هذا هو فريقهم فريقهم ما في الا واحد ايوه ما في الا واحد شوف صار حلقه قبل ما نقول يا حسين الان هو سال اين الجراد المبثوث انا اسال الجراد لا ياتي فرادى انما السبع ياتي غدا والجراد ياتي على شكل جماعات اسمع يا حسين عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول انا معليش 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 انا افتقد افهمت نفسك بهذا الرد افتقد لا تقدر هل تعلم خير من ذا الرد انا افتقد صراحه الجراد والله فريق مبدل جراد فريق مبدل يا وين ما اشوفه طيب نشوف الاهداء اسمع نشوف الاهداء نشوف الاهداء من تثريم بهالقريه نشوف الاهداء واياكم ونشوف من هو اللي بترجع كفته على الاخر يلا اكيد الا فريق الاساطير طيب ورونا كرت الاهداء في كرت اهداء يا اخوان الو الو
الو جاهز دقيقه او اقل من دقيقه اعرض ناصر. طيب ابيات بسيطه بس ودي يعطوني فيها سبيكر اذا طبعا. اذا سمحت استاذ حسين سبيكر لابو نايف لا تستاهل يعني انت ما تستاذن. الشاعر يقول يقول واذا الشدائد اقبلت بجنودها ما شاء الله والدهر من بعد المسره اوجعك لا لا ترجو شيئا من اخ او صاحب ارايت ظلك في الظلام مشى معك وارفع يديك الى السماء ففوقها رب اذا ناديته ما ضيعك. الله, الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل يتنزل الى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له. صحيح هل من صح هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له. وايضا في ثالثه ايضا نسيتها هل من داع فاستجيب له وهل من مستغفر فاغفر له. ففي مثل هالاوقات الفضيله تحديدا لاحظ ان الوقت هذا هو الوقت الوحيد اللي الله يناديك فيه. صح كل باقي الصلوات يناديك فيها المؤذن. الوقت هذا هو الوقت الثمين اللي الله يناديك فيه ولا يتنزل الله تنزل يليق بجلاله الا لامر عظيم. فما بالك في 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 هالثلث الاخير من الليل وفي ليالي رمضان ليالي مباركه ليالي معدودات يعني سرعان ما يرحل شهر رمضان المبارك فما استغلينا مثل هالفرص. وهذه ايضا رساله لكل واحد مهموم ولكل واحد مضايق ولكل واحد مكروب الجأ الرب العالمين في تقديم الخير اللي انت تبغى تقدمه لنفسك اولا من اجل انك تجدها يوم القيامه فعسى الله يتقبل منكم. الله يبيض وجهك يا ابو نايف. ناخذ كرت الاهداء يا كنترول. يلا 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 يا كنترول يا كنترول سجل لنا احلى دخول ابو معيا. هذا ما اقصده هذا ما اعنيه يا حسين بطل هذا بيض الله وجهك يا منيره بطل هذا هو ما اقصده بيض الله وجهك يا اميره ورحم الله والديك وكتب الله اجرك وغفر الله ذنبك والله يجزاك عني خير الجزاء وهذا والله الاهداء الذي افخر به ويعني واحبه نسال الله تعالى ان الله لا يحرمك الاجر. هذا هو فريق المدل بدا يتقدم خطوه بخطوه ويدرك هؤلاء الغثاء اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها واني لصاحبها وكأني أرى الهزائم تترقرق بين العمائم واللحاف. نعم ما في مشكلة أهدي هذا الإهداء الذي أهدتني إياه الأخت أميرة إلى فريق البدل كافة. يا أخوان والله يا أخوان معليش مع احترامي الشديد لكياناتكم سمعتكم بدأت تهتز. لا يعني ما خالف لازم بالصدارة هنا هذا موقف لازلنا بالصدارة هذا ميدان شرف لازلنا بالصدارة يا ميدان شرف وقال كر وفر وانتم لكم ساعة وتفرون وين كر لا 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 مقدم محايد حبيب قلبي انا مع الربع ترى انتبه انت سايلنت من دخلت حط على وضع الطيران معاد نبغى منك كلمة نبغى نشوده يا اخي اسلم شوف طقم الرجال كرت وجيك جهز حاجة يا معاذ الأساطير إن شاء الله بإذن الله العبرة في الخواتيم يا سيد نشوف كلنا نتلقى بجمهورنا نشوف كرت الإهداء يا إخوان مفلح يلا عيال مفلح الله يمشي كده يمشي كده كده الله 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 عمل لطيف حلوه الحمد لله الله الله يجعل البركه في وجهك في الجنه. وش في عمرو طبع وتشغلوه ساجد ساجد الله الحمد يا رب اللهم لك الحمد الله يجزاكم خير يا رب الله يبعدكم عن النار يا حظ ويوفقكم يا رب تكفي عامر هذا الشهر الفضيل تكفي مثل ما سعدتوني يا رب ابوي ابوي شكرا ادعو لابوي ادعو لابوي تكفي عامر معه الله يرحمه يا رب يغمد روح الجنه ان شاء الله ابو عامر يا عامر حلوه عامر يا عامر عامر يا عامر انا اساطير يا عامر اساطير يا عامر اساطير مين ارجع وراك لا عندي عقدك بفاتوره معاذ شكرا يا ناصر يا حسين حبيب جم الله حالك وتنافس شريف وميدان من ميادين الخير. أنا والله عندي كلمة الشباب ما شاء الله نبي نسمع صوتك أبشر كفوا ووفوا الشباب لكن أنا بقول كلمة بسيطة من شخص بسيط لكل شخص يتابعنا الآن. أنا أقول
اليوم البث ما شاء الله بس على اليوتيوب واصل حول 44 ألف مشاهد ومتابع ما شاء الله. نعم. لو كل شخص يشاهدنا الآن، الآن يشاهدنا، دخل للجمعية وتبرع يعني بما تجود فيه نفسه لقفلنا الوقف 100% الآن قبل ما تنتهي الحلقة. فأنا أوصي الناس اليوم اللي يشوفونا، ادخل وساهم، هذا ميدان من ميدان الخير، ادخل وساهم لو بأقل القليل. حتى اللي ما يستطيع المساهمة ترى في مقاطع موجودة في حساب القناة، ينشرها ينشرها والدال على الخير كفاعل. نعم. سلامة عيونك يا بيض الله، بيض الله وجهك يا معاذ، بيض الله وجهك. ها؟ كلام جميل من رجل جميل يا حبيبي والله. معاذ لعيوني معاذ برضو شو اسمه، حتى على الموضوع أنا أنتظر منك صوتك الشجي. نذكركم أيها الأخوة والأخوات بأننا ما زلنا متعطشين إلى عطائكم العظيم الذي طالما سررتم به خطرنا وخطر أبناءنا الأيتام وأخواتنا الأرامل. هناك كلمة من المكيف شغال 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 بس يبغى له وقت يتأخر. احترقت من انجازاتك. نعم نعم اللي فيك ما هي حرارة جو بس ليه تقول جو؟ شوف شوف حنا وين وصلنا. ليش ترد علي؟ أنا أكره كيف فيك. ليش أنا أحبك؟ ليش أنا لاني أحبك ما راح أعطيك. الله يسلمك. نسمع كلمة من مفلح المشعلي. مفلح تفضل لك المايك. مفلح ترى الصدارة لنا. حزام اسلم شوي بس. نبغى محاورة بحزام الصدارة لنا. يا ابو حزام بالله نسمع. السلام السلام عليكم. وحدوا الصوت يا شباب علم جابكم الجنه. اولا بيض الله وجهك يا ابو عبد الله اخوي حسين السرحان على تقديمك الرائع، شكرا لك يا ابو عبد الله ما قصرت يا حبيبي. شيء ثاني، شباب كفوا ووفوا والله يجزاهم خير، مشاهدينا الكرام اللي تبرعوا في هالاعمال الخير والله انكم على خير، والله انكم على خير، هذه بتجدونها باذن الله تعالى في الدنيا او في الاخره. المهم انه فعلا طيب وفعلا غانم. هذه حنا الآن مقبلين على منتصف شهر رمضان، زين خلوا ورمضان أيامه سريعة وتمشي سريع ولا لا أستاذ سالم؟ فخلونا وياكم نستغل ما تبقى من شهر رمضان بالصدقة في جمعية في وقف الرحماء في جمعية عروة. سهلة الطريقة عن طريق التطبيق، أبد اكتب عروة بالألف مكسورة ويطلع لك الجمعية وتبرع بالشيء اللي أنت تقدر عليه. إذا أنت ما تقدر الدال على الخير كفاعله دائما مبدع. الله يطول عمرك. أبغى أعرف إيش قصة الطقم الجميل هذا الطقم طال عمرك، لأن حسين السرحان هو اللي قدم. الله 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 اسأل من اللي اختاره. مختارين اللي صمموا لون كامل. عندنا واحد اختار صح؟ أنا عندي صح؟ أنا عندي صح؟ مصمم موديل موديل خاص موديل موديل. شكلك تسرق بالسوني موديل بالله. تحية لحسين يا شباب. والله حسين يا أخوان يا أخوان والله ما زلنا منتظرين عطاكم. أسألكم بالله أن نشترك وياكم في هذه الفرحة. ايش بيردنا؟ ايش بيخسر؟ ايش بنخسر؟ نحن نقدم لانفسنا ما نقدم لمن هم مستحقين لتلك الصدقات. وتذكروا ان هذا وقف ووقف عظيم، وقف عظيم في اي جانب، جانب الايتام يا اخوان. في ناس توقف في مجالات كثيره يريد هذا الاجر يتضاعف له عند الله. فلك ان تستشعر مدى توسع هذا الوقف اللي انت تستثمر فيه، يعني يتجه إلى عدة اتجاهات، أيتام، بناء حياة، رعاية مصالح، اكتفاء ذاتي، غذاء روح، غذاء قلب، غذاء جسد، كساء. نعم أرامل يا أخي أخوات لك، ما تنتظرهم يجوا يطرقون عليك الباب يقول لك إحنا محتاجين. لا، الله سبحانه وتعالى قال عنهم وتحسبهم أغنياء من التعفف. نحن بهذا الوقف وفي هذه النافذة العظيمة نساهم لمن قال الله عنهم وتحسبهم أغنياء من التعفف. يا سلام. وما أجمل أن تحفظ كرامة الإنسان بطريق إلى الله سبحانه وتعالى. سمي بن عيف. أنا أقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأنا أوجه رسالة شديدة اللهجة إلى فريق المبدل في أني أقول تعلموا منا ومن جمهورنا الوفي المعطاء، فأقول إن لم تكن صدرا بأول جملة أيوة. أو فاعلا للمجد في إسهابي إياك أن تبقى ضميرا غائبا أو لا مكان له من الإعراب. الله الله عيد أبو أبو معيان أعيد معليش أعيد أعيد الريالتي وين رايح؟ أستاذ حسين أستاذ حسين يا حسين فريقنا باش خلي عيد ما في إلا أنا وأنت بعدين لك يا أستاذ فهد خلاص اسمع من أول صرح هات الفيز من أول ما عاد يبغى
جبر بيز وتعال علمك شيء. انا وحسين نعلن اننا نحن الوحيدين الذين نشكل فريق البدل ولا عزاء له. بيرد عليك عيد السؤال الحين. بيرد عليك الشباب طلبوا مني اني اعيده ونقول اسمع دقيقه ابو نايف. انا اوجه رساله الى الاعداد الناقصين من فريق المبدل اللي موجودين برا بدون ظروف تجبرهم انهم ما يحضرون هنا. اتمنى انها تخصم منهم. الكنترول يقول بدون ما تتكلم مسجلين وتخصم. ليه؟ لان المجال ما هو مجال اتكاد يا اخي. لا انت تتعب. انا تعبت يا اخي. ما نضع عليك يا اخي. كلنا نتعب معليش. انا بيني وبينك استشعر التعب اللي انت تسويه ابو معيان عام. والله هذول يتعبون. اصبر عليهم والله. استاذ حسين طلب مني فريق الموظف تتجه الى المبدل الى مكانك الصحيح لو سمحت اخوي. ترى ما زلت انتظر صوتك. فريقي الموقر الاساطير طلبوا مني اعيد الرساله. اي والله اي والله. اعيد الرساله يا بيتين. اقول فيها ان لم تكن صدرا باول جمله نعم أو فاعل للمجد في إسهابي. الله. الله. إياك أن تبقى ضميرا غائبا أو لا مكان له من الإعراب. عرابي. الله ينصر. هؤلاء جهلة. والشاعر يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. رد عليه. تكفى. اسمع ألا لم يعلم الأقوام أن على درر المفاخر قد ربينا. هذا لا يبدأ يجمعنا. خلي عيد يتكلم. أطالب إنه شديد. صح إني يقاتل أنا معاذ الجماز وحيدين هؤلاء ولكننا سنغلبهم. الله سبحانه وتعالى يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الله أكبر. عيد سكت كالحين. يا أخواني أنا الحماس بدأ يتفجر هنا. وش اسم ذي شو يسمونها؟ اسمع سمونه فيديو ايباد. ايه ضربت عليك العنكبوت من السياره. رد علي عيد. دقيقه بس دقيقه. عيد اصبر عيد. خلاص قتلت والرد كله يا اخي. اقسم بالله انك دائم ترند على المفروض. طير بس طير. طيب خلاص يا اخوان قفلوا مايك عيد. طلعوا برا. احسنت حسين. قوي هذا حسين هو جاي عيد في الباي. هذا حسين هو جاي وهذا عيد في الباي. احسنت يا حسين. اطلب من الكنترول يجيبون لي الاباريك حق العيد لاني احتاج حقه. اسلم يا عيد. اسلم يا معاذ. معاذ بس كلماتها بس اجيب. ما يحتاج عطنا شو اسمه. طيب لا اسمع يا اخي هذا صوته حلو في البروف وصوته حلو في الجد. اي ما شاء الله تبارك الله. واضح التحيز ما شاء الله. تحيز اي والله. القبول من الله يعني. اكيد قول الزين. لا تناظرني نظرات. لا تقول قول الزين من الله. اصبر يا مشكلتهم يدمجون القبول بالزين. ما بعد اجتمعت. قول الزين من الله وخلاص. قبول ما القبول. القبول طيب. وتحيه كبيره يا اخوان. تحيه كبيره الى اخونا سالم الغامدي الجندي الخبي الذي يقف خلف هذه القناة في بثه الخاص وفي إعداد الكنترول مع المخرج الكبير محمود. يا سالم 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 يا سالم. وحدة معاذ. شبك انا معاذ. ايوه احسنت يا حسين. معاذ استنى دقيقه. معاذ قلبي ايوه. كرت اهداء. نستعرض لكم كرت اهداء يا الاخوه والاخوات. روح معاذ الجماز. شوف من يوم جيت هنا رجعت الكفه المبدل. شكرا فريق المبدل في الصداره دائما ابدا يبقى الفريق في الصداره يا رب. شكرا يا حسين. شكرا يا رب. وهذا هو الوقت. ما هذه الروح؟ ما عز عليكم. نعم انتم غذاء وانتم مجرد الجراد. تقول الايه الذي يتحدث عن عيد وقد غلبناكم ونحن قله. والله طيب. طيب معاذ. معاذ خليني اوجه بس رساله لاخوي عبد الله. معاذ بالله صوتك لان معاذ باقي معنا وقت نبي نسمع. خلنا نوجه رسالة لأخوي عبد الله. بيض الله وجهك وجم الله حالك. شكرا يعني شكر كبير عبد الله. يعني رايكرت الاهداء. انا فخور بهذا الاهداء قسما بالله. اسلم. انا عندي بس كلمات عمل. ودي والله اسوي حاجه للوقف لكن ان شاء الله في الايام القادمه باذن الله. هذا عمل
اللي يعني حتى اوصي الناس المتوفى ابائهم فرصه في هذا الوقف يتبرع بنيه ابوه الحي او المتوفي. هذا عمل بس لقيته على الطارف كذا يقول يعني خلاص ابوي ما هو براجع اللي ملا دنياي من ماتت امي اللي مسح راسي وكف المدامع اليوم دمعي ممسحه غيرك امي مبطيل يا كثرت علي المواجع في ضمته ينزاح همي وغمي والله احبه والله احبه وفاقده فقد فاجع رحمتك يا ربي علينا تعمي رحمتك يا ربي علينا تعمي. الله الله يا ابو عاد ابو عاد يا اخي سبحان سبحان من اعطاك. طيب باقي لنا شيء؟ يسلم الصوت معاك. يسلم معاك. باقي لنا شيء كنترول؟ طيب يا اخوان ما زلنا سواء احنا متواجدين معكم على الهواء او غير متواجدين الوقف وكود الوقف وارقام التواصل مع الجمعيه دائما وابدا تظهر معنا على قناه بدايه في برنامج زاهر برنامجكم الرمضاني. ننتظر عطائكم ننتظر وقفتكم ننتظر كرمكم الذي فضلكم الله به سبحانه وتعالى على باقي. يا اخوي اصبر لاعطيك ميوت. الذي فضلكم الله به على باقي الامم. يا الربع بعد في شعور يقول لك الكلام وشيء اوصف شعور اوصف من الكلام من الكلام أبلغ. من الكلام الكلام لو في. انا اتمنى ان العلماء اللي يخترعون الاقمار الصناعيه يخترعون جهاز يوصل مشاعر. نعم طبعا كل مشاعرنا بنوصلها لعيد سعود بنطلع برا. ابو حسين اسمح لي حسين بس كذا مداخله صغيره. انا اقول للناس اللي يتابعونا الان والله جمهور قناه بدايه جمهور عظيم وسباق لفعل الخير. انا ودي والله يجي الحلقه بكره واحنا واصلين في هذا الوقف 50% على اقل شيء على اقل تقدير لان رمضان خلاص انتهى ورمضان سبحان الله يقولون رمضان اذا هل زل لا بدا رمضان ترى انتهى رمضان. فانا اوصي المتابعين والناس اليوم انا اقول لهم بادر وساهم قوم تعاون وما ذلوا ساهم لو باقل قليل والله العظيم لو كلنا ساهمنا. لا تنتظر تقول والله فلان يتبرع وفلان يتصدق. انت بنفسك افتح جوالك والطريقه سهله وتبرع بما تجوز. ترى ممكن يا ابو عمر ابو ابراهيم ابو ابراهيم ممكن يا ابو ابراهيم بعض الناس يقول هذول يتكلمون ترى معظم الموجودين هنا ساهموا وتبرعوا من انفسهم بما تجود به انفسهم. ليه؟ لان ما يبغاكم تروحون بالخير لحالكم. صحيح. حتى وان كنا نوافذ للخير ناخذ كلمه من اخونا ابو حزام. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير. آمين. اللهم امين. مغاليق للشر. اللهم والله ان احنا لا نكل ولا نمل ولا يعني التكرار يصيبنا يعني بعدم الحماس. ليش؟ ولا تخور عزمنا فعلا. ليش؟ لأنه لله سبحان الله. وأي طاعة أن تقوم بها لله وتقصد وجه الله لن تمل. الصلاة تصليها والنبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أناستي وسعادتي في الصلاة. كذلك الحديث عن الصدقات، لا تجد أحد يتحدث عن مناحي الخير وفعل الصدقات وجميع الخير بشكل عام وتلقاه يمل. كل ما جاء دور تكلم ولا وزاد، وكل ما جاء دور جاء فكرة سبحان الله. ليش؟ لأن أنت تؤجر وأنت أصلاً تحس بلذة وأنت تنشر الخير، تحس أنك منجز سواء كان هذا الأمر يعني له أثر أو أنت أديت مهمتك. زايد يقول حتى نفسيتك ينعكس عليها، فعلاً ينعكس عليها، تحس أنك أديت يعني واجبك في هذه الدنيا تجاه هؤلاء الأيتام، تجاه هؤلاء المساكين، تجاه أنك تدل الناس على الخير والدال على الخير كفاعله كفاعله. يعني لو دليت الخير الواحد بس برسالة وانت راقد ما تدري وتبرع مليون كأنك حرفيا متبرع مليون. الله أكبر. كأنك حرفيا لو ساهمت في علاج
مريض وفرت علاج مثلا سرطان ولا وفرت قفلت حالته ولا انت اللي قفلتها انت فقط نشرت كانك انت اللي ساهمت بهذا العلاج. هذا فضل الله وفضل الله واسع وفضل الله كبير وفضل الله يؤتي لمن يشاء. فالبدار البدار ولا الوقف والله العظيم من يكتمل والايتام بيقمرها بنوبهم ولا في وقف وقف ولا في مسجد كان عظم ولا كمل. هذه نعم معروف على الخير نعم دائما اهل الخير له دروب. نعم كلمه اخيره وعلى عجال اخوي تبعا لكلام ابو حزام الله يبيض وجهك يا ابو حزام انا اقول ترى اليوم في منصات كثيره ما نبصد وبسيطه في مسجد وانتشارها عند الناس سريع انستغرام تويتر التيك توك التليجرام هذه ممتازه في مثل هذه المقاطع. اليوم في مقاطع موجوده عندنا خذوها يا الربع وانشروها جزاك الله خير. معنا اخر كرت اهداء لمن يا ترى ترجع الكفة في نهاية هذه الحلقة الطيبة. أبوي وسالم الله 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 الرهاب بيض الله وجهك بيض الله وجهك الله الله الرهاب والله العظيم انك انت تستاهل الطيب بيض الله وجهك بيض الله وجهك والله انك تستاهل من طيبك من طيبك خاصة مع طيب الشارع بيض الله وجهك يا رهاب تستاهل. طيب اذا ايها الاخوه والاخوات مع نهايه هذه الفرحه وهذا الاهداء العظيم نختم واياكم برنامجنا لهذا اليوم وننتظر من الله ثم منكم ان تنظروا نظره عطف ورحمه ومسؤوليه تجاه امه الخير امه محمد صلى الله عليه وسلم وان تسابقوا لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام انا وكافل اليتيم كاتين في الجنة. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاهر على وضح النقا يا مرحبا يا مرحبا بحلى ليالينا هنا زاهر بهالليلة كريم وضح النقا يا مرحبا يا مرحبا بحلى ليالينا هنا.